يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. اسمحوا لي كمان أصبح ورحب بهبة المنوراني النهاردة. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين، وصباح الخير على العالم كله اللي بيبص لمصر من قمة المناخ وشرم الشيخ والفعاليات الكبيرة على الأراضي المصرية من مدينة السلام. مصر حديث العالم ووكالات الأنباء الدولية مع انطلاق أول يوم لفعاليات مؤتمر المناخ اللي كان امبارح بمشاركة واسعة من وفود أكثر من 190 دولة وممثلي منظمات إقليمية ودولية مهتمة بشؤون البيئة والمناخ. ومن المتوقع بالطبع على مدار 12 يوم أيام انعقاد المؤتمر أن تكون هناك عديد من الفعاليات والجلسات وورش العمل، والنهاردة هيكون في قمة رئاسية الحقيقة على مدار يومين النهاردة وبكرة على مستوى الرؤساء والقادة لوضع حلول ناجزة للتغيرات المناخية وكيفية وضع حلول للتكيف معها. صحيح يا با، يمكن كمان شرم الشيخ تستقبل حوالي 40 ألف شخص للمشاركة في الجلسات والفعاليات الخاصة بمعالجة تغير المناخ. أيضا في صورة الحقيقة نشرتها وزارة الطيران المدني بتوضح حجم الإقبال والتشغيل والطيران المتواجد في مطار شرم الشيخ، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم يعني الصورة بتتحدث عن نفسها. دي صورة للمطار وهو بيستقبل أعلى نسبة رحلات طيران في تاريخه، طائرات من 197 دولة تقريبا، رحلات شغالة على مدار الساعة. الحقيقة يمكن شرم الشيخ أصبحت الآن عاصمة العمل المناخي في العالم. امبارح مصر تسلمت رسميا رئاسة الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، واللي بتسعى من خلاله تحويل تعهدات الدول الكبرى إلى واقع وتقديم حلول وتمويل لمشروعات التكيف المناخي وتخفيض انبعاثات الغاز وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، أيضا الحفاظ على درجة حرارة الكوكب من خلال عمل جماعي يشارك فيه كل الأطراف الدولية. لأنه بمنتهى البساطة التداعيات التغيرات المناخي بالتأكيد بتؤثر على الكوكب بأكمله، عشان كده لازم يكون في توافق وعمل جماعي لمعالجة هذه التغيرات المناخية. أكيد يا جمانة، القمة كمان مش عادية الحقيقة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال بكل فخر واعتزاز اطلع لافتتاح فعاليات الدورة 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، لأنه عالمنا بيتعرض لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة، ومصر تطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود للتنفيذ بإجراءات ملموسة. كمان السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية رحبت بضيوف مصر الأعزاء في قمة المناخ، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتمنى التوفيق لكل قادة العالم في مهمتهم في هذه القمة الاستثنائية. بكل تأكيد هذه القمة هي قمة تعتبر استثنائية يا هبة، إن كان من حيث الحضور أو من حيث حتى الفرصة الكبيرة الموجودة لتعزيز العمل المناخي الدولي، أيضا من حيث التنظيم اللي موجود في شرم الشيخ على أعلى مستوى وبشكل يليق بالدولة المصرية ويليق بدورها الكبير في مواجهة التغير المناخي، كمان دورها الإفريقي في التحدث بلسان القارة السمراء اللي بتعتبر هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية. فبالتالي احنا امام قمة تعتبر نقطة تحول جذرية في دعم العمل المناخي لصالح افريقيا والدول النامية والعالم كله. على اي حال احنا بنتابع حضراتكم لحظة بلحظة قمة المناخ COP27 في مدينة السلام في شرم الشيخ. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.